تطوير هذه المؤسسات وجعلها فاعلا اساسيا في دينامية التنمية الجهوية والوطنية. نظام الحكمة التي أكدت عليه وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد. نفوذ الترابي لهذه الغرفة بوصولنا إلى هذا المنعطف الإيجابي والمحفز. صحيح. على شهادة نعتبرها تكليفا أكثر منه تشريفا. الاقتصاد الجهوية خاصة ترفع التحدي ديالها باش إن شاء الله تكون عندها حس ضمن المواطنين واللي لدى به صاحب الجلالة. والمواكبة المهمة والحيوية التي وفرتها الوزارة لما كان لنا هذه الفرصة سواء بالنسبة لغرف الغرفة طنجة طفان حسيمة أو باقي الغرف. كان لنا تحدي، أظن بأن التحدي الحمد لله وصلنا له، ولكن وصلنا بحمد الله وبحمد يعني والشكر لجميع ديال المكونات اللي كانت كتشتغل حتى المهنيين من هذا المنظر. اليوم كنقول بأن هناك مهنيين اللي كنشكرهم اللي واكبوا معنا هذه العملية، و أظن بأن هذا اليوم هو تكليف قبل أن يكون تشريف، لأن اليوم هاد الشهادة كتعطينا الاستمرارية، كتعطينا باش نكونوا حريصين على المواكبة المهنية عن قرب وعن قرب بجد، حيت كل سنة غتكون هناك يعني غيكون هناك كونترول، غيكون هناك افتحاص، وأظن بأن هناك واحد الثقل على جميع الموظفين، على جميع الأطر، على جميع الأطر يعني المنتخبة. أظن هنا اليوم جد فخور، وأظن بأن اليوم ولا كانت أول مؤسسة جهوية تحظى بهذا الشرف. أدعو جميع المؤسسات داخل الجهة وفي الوطن لكي يكون باش تعطيتها هي دفعة حقيقية، ليكون هناك كل التطلبات ديال صاحب الجلالة اللي كان كيقول لنا ديما خص الحكمة داخل المؤسسات المنتخبة. فاليوم أظن بأن هناك انسجام ما بين الإطار المنتخب والإداري، فهنيئا لكم جميعا ولنا جميعا. شكرا لكم. نتقدم نحن المنظمة العالمية لمراقبة الجودة تشوفنا مغروف بجزيل الشكر لسعادة رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة طفان حسيمة. Thank you.